حول هذه الرحلة ينضم معنا عبر الهاتف من الرياض عضو مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على قافلة ركايب الأستاذ فواز المحرج. مرحبا بكم أستاذ فواز. بداية، أنتم في نادي الإبل وهذه الرحلة التي تأتي لأول مرة من نوعها في المملكة، ما هي استعداداتكم لتنفيذها؟ أولا أرحب بك أستاذ العزيز. القافلة جاءت بعد موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد المشرف على النادي الأمير محمد بن سلمان بالتوازي مع فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز الإبل الثالث، وسيكون موعد الانطلاق يوم الأحد 19/6 24 فبراير إن شاء الله لمدة 26 يوم. هل هناك أعداد تقدمت للتسجيل في للمشاركة في هذه القافلة الآن على مستوى العالم كما جاء في الخبر؟ من وقت ما فتحنا التسجيل في إقبال كبير على التسجيل، ونتوقع أنه بيكون هناك يعني مشاركة تصل إلى 100 مشاركة بإذن الله. من خلال هذه القافلة إلى ماذا تهدفون في نادي الإبل؟ طبعا الهدف من هذه الرحلة التعريف بهذا الجزء الهام من بلادنا وطبيعته الجميلة وما يضم من ثروات اقتصادية كالنفط والغاز ومياه ومواقع سياحية، أيضا نمسح النمط السائد عن الربع الخالي أن صحراء رملية قاحلة مجهولة، وأيضا نعرف العالم بطرق انتقال القديمة عبر القوافل وفوق الجمال، وكذلك استكشاف الجوانب البيئية والحياة الفطرية في الربع الخالي. نعم، الأستاذ فواز المحرج عضو مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على قافلة ركايب، شكرا جزيلا لك.